بطل آخر من أبطال استاد مصر يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا بحضرتك وشرفتونا. أعرف نفسك على السلامة. أهلا بحضرتك شرفتونا ونورتونا. مع حضرتك مهندس مصطفى الديب، مدير التركيبات بشركة أوراسكوم للإنشاء، الشركة المسؤولة عن تنفيذ استاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. عظيم جدا، قول لي بقى عملنا إيه في الاستاد في إطار شغلك يعني؟ واحنا المشكلة الأكبر اللي كانت بتواجهنا هنا في أثناء الإنشاء إن الاستاد أول استاد مغطى يتنفذ في مصر. صحيح. فأنت إزاي تقدر توصل العامل إنه يقدر ينفذ الشغلانة بأعلى معايير الجودة وتحافظ على سلامته وسلامة المعدات وسلامة الأفراد؟ الحقيقة شركة أوراسكوم كانت بتهتم اهتمام بالغ بتدريب العمالة بحيث إن احنا نطلع العامل طالع عارف إنه النهاردة هينفذ إيه، محافظ على حياته، محافظ على حياة الأشخاص اللي شغالة معاه، محافظ على المعدات. انا طبيعه شغلي كان مسؤولين عن شغل الستيل ستراكشر في الاستاد. الحقيقه يعني قدرنا ننفذ حوالي 15000 طن حديد، تصنيع وتنفيذ بايادي مصريه، يشمل سقف الاستاد بالكامل، 32 ساري داير الملعب بالكامل، ارتفاع الساري كان بيوصل لحوالي 75 متر. بالنسبه للاستاد، سقف الاستاد مكون من 64 ترس، وزن الترس الواحد حوالي بتكلم في 70 طن. كان بيستغرق تركيب الترس الواحد حوالي من 10 ساعات ل 12 ساعة في اليوم، وشغالين 24 ساعة. التغطيات كنا بعمل تغطيات للسقف بتتكلم في حوالي ما يقرب من 52000 متر مسطح تغطيات. لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات للأفراد ولا معدات، فحاجة مشرفة يعني، حاجة فخورة الواحد يفتخر بيها، والحمد لله إن احنا كنا جزء بسيط من المشروع العملاق ده. شكرك يا فندم، شرفتني ونورتني وسعداء جدا بحضرتك. أهلا.